الضبية على الصدارة، الضبية انطلقت في مقدمة هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله، الله الله الله، مشكور يا المستحيل، مشكور يا المستحيل، راشد بن محمد بسم المنصوري، من يقدم هذه النوعيات؟ تهانينا تهانينا، والناموس عبر الهواء مباشرة، نزفها إلى هيجن، الرئاسة وإلى مالكها، سيدي صاحب السمو، الشيخ خليفة بن زايد، آل نهيان تهانينا، تهانينا والناموس على هذا الفوز ولحظات وصول الضبية عند خط النهاية، تهانينا والتهنئة موصولة لبودياب راشد بن محمد بسم المنصوري، مشكور يا المستحيل، مشكور يا المستحيل، لحظات الوصول الضبية على المركز الثاني والمركز الأول والمركز الثاني، هناك زعفرانة من هيجن الرئاسة ثالثا، هملولة من هيجن الرئاسة ويقدم لنا الجذابة ما شاء الله يا الجذابة، سجلت إنجاز سابق أيضا وها هي تعود لتكرر هذا الفوز، لتكرر هذا الناموس بشعار هجن الرئاسة. مشاهدين الكرام، بودياب يتواجد في عملية التضمير، راشد بن محمد بالسم المنصوري، ما شاء الله ما شاء الله يا الجذابة، الجذابة تمنى لها التوفيق وموسم موفق بإذن الله تعالى مع الشعار الأحمر، تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصور. والحذر من الجانب الاخر من هجن الرئاسة، 400 متر اخيرة تفصلنا عن خط النهاية، عن الفوز، عن الناموس، شاهين وهملول والحذر، ولكن شاهين شاهين المقدمة، الصدارة، المركز الاول، المركز الثاني، هملول، هملول يحاول، هملول وشاهين حوار ثنائي، صرع الناموس، صرع الفوز، صرع الانتصار، هملول، هملول وشاهين، هملول، 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 هملول يغير، هملول ينتزع الصدارة، ينتزع الناموس، ينتزع المركز الاول، هملول، هملول أو شاهين، ولكن هملول، هملول يغادر، ينطلق انطلاقة الناموس، واسعد الله مساك يا ظافر المضمرين علي بن أمين الوهيبي، المركز الثاني مشاهدينا الكرام. المراكز الذيب بشعار هجن الرئاسة مبارك بن أحمد الخيالي، ولكن الله يا ميهاب، انطلق ميهاب بهذا الشعار الكبير، تحية واحترام، تحية وتقدير لشعار هجن الرئاسة، تهانينا تهانينا، والناموس للمرة المليون لهجن الرئاسة على فوز ميهاب بالمركز الأول بدون أي منافس، تهانينا تهانينا، والناموس لهجن الرئاسة، لحظات وصول ميهاب إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنئة للمضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري، من حسم هذا الشوط من صالحة، بينما المركز المنصوري يعود ليقدم لنا صوغه، الله يا ابو دياب، ما شاء الله ما شاء الله، خلاص ناموس رئاسي، الناموس حمر، الناموس عبر، الناموس خطر، ما شاء الله، تهانينا 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 لهجن الرئاسة على الفوز بالمركز الأول مع الشعار الحمر المطرز بالذهب، تهانينا لك يا أبو دياب راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز وانتزاع الناموس في هذا المساء. المركز الثاني، ولكن اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة الشوط، الله 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 الله، الصدارة وين؟ الانطلاق وين؟ شبابة، شبابة على الصدارة، على المركز الاول، وهنا شديدة، شديدة قادمة بكل قوة بشعار هجن الرئاسة، مبارك بن احمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب، ولكن اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، شبابة شبابة في صدارة هذا الشوط، المئة متر النهائية والاخيرة لتعلن شبابة بهذا الفوز في هذا المساء، والنقطة الخامسة مع عزبة راشد بن محمد السم المنصوري، ثانيا الناموس على هذا الفوز، ثانيا وصلت هنا شديدة من هجن، ويضيف
نضيف مشاهدينا الكرام في هذا المساء الإنجاز السادس والنقطة السادسة. مشكور يا أبو ذياب، أسعد الله مساك يا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري للمرة السادسة بالفوز والانتصار وبالناموس. هنيان لك يا أبو ذياب، هنيان لك مشاهدينا الكرام يا راشد يا بن محمد يا بالسم المنصوري، تهانينا والناموس. لحظات الوصول معلن الفوز والناموس والانتصار قبل ما يصل إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وتهانينا الراشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الأداء المميز. المركز الثاني الأول مع البداية لهجن الرئاسة، من يسيطر بالمركز الأول تمام السيطرة وكل السيطرة راشد بالسم المنصوري، من يتواجد مع المركز الأول، من يتواجد مع هذا التحدي الجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق بثامن الأشواط الخاصة بفتح القعدان المهجنات. سلام يا الرئاسة، سلام سلام وتحية واحترام على هذا الفوز الثامن في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الذي يحمل تحديات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والأمراء. إذن الفوز الثامن الخاص. وعن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار المميز على الصدارة منحاف الأقرب للفوز منذ انطلاقة الشوط وهي مسيطرة حتى هذه اللحظات. منحاف من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، أسعد الله أسعد الله مساك المميز على هذا الانطلاق المميز والعروض المميزة الذي قدمت منحاف من مسافة الستة كيلومترات وهي على رأس أقم الشوط حتى نهاية الشوط، وهي مشاهدين الكرام تهدي الفوز والناموس لهجن الرئاسة ولمضمر هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على المركز الأول والثاني. أسعد الله مساك المميز. المركز الثالث هملولة من هجن الرئاسة، المركز الرابع أمر الله. المركز الثاني شودة 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 تحركت في ثاني المراكز. شودة هناك بشعار سمو الشيخ محمد بن دياب السيف آل نهيان وصادق فضل الأمين يقدم شودة. الله 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 الله، هناك لمحة وهنا شودة والانطلاقة. الله لمحة لمحة شودة شودة، الميتين متر النهاية لمن الفوز لمن الناموس. خط النهاية يرحب أجمل ترحيب مع لمحة على الصدارة على المركز الأول. إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هذه هي لمحة، تهانينا سلام دبي، سلام سلام لدانة الدنيا، تهانينا الناموس لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم براهين المكتوم، والتهانية لمحمد بن مسهر بالقبع. المركز الثاني شودة لسمو الشيخ. باور على ثالث المراكز وعين على مقدمة الشوط وال400 متر الأخيرة. الصدارة الصدارة مع المقدمة والمقدمة مع باور. باور غير الباور غير الأمور، انتزع الصدارة انتزع ناموس هذا الشوط، انطلق انطلاقة الفوز انطلاقة الانتصار. مشكور يا المميز، مشكور يا مبارك يا بن أحمد يا بن مايد الخيلي، واسعد الله مساك على هذا الأداء المميز الذي يقدمه الباور مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. لحظات الوصول معلن الفوز والناموس، تهانينا والناموس. المركز الثاني من أتى رماح لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. المركز الثالث محبوب من هجن الرئاسة. المركز الوداع ولكن الوثبة قادمة على ثاني المراكز من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز المميز، ينطلق بالوثبة على ثاني المراكز. ندى والوثبة الوثب وندى، انطلقت الوثبة انطلقت ندى. الفوز لمن الانتصار لمن؟ الوثبة الوثب وندى، ندى والوثبة ندى الوثبة الوثبة الوثبة. شوط الختام شوط الوداع الوثبة 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 وعلى ميدان الوثبة وتختم الأشواط الوثبة. مشكور يا المميز، مشكور يا المميز، أسعد الله مساك يا مبارك يا بن أحمد يا بن مايد الخيلي على هذا الفوز والانتصار بشوط الختام. المركز الثاني نداء من هجن الرئاسة. المركز